الاعلامي. طيب معايا رئيس نادي الزمالك، واول تعليق ليه طبعا على النتيجه سياده المشاور. ازي حضرتك يا استاذ خالد؟ كابتن طارق ازيك؟ ازيك يا رئيس؟ عبد الحميد ازيك؟ اهلا بيك. يعني انا بس ليا سؤال، يعني ده تالت ماتش في الدوري مش كده؟ ايوه. ايه الحرب اللي قايمه على الزمالك دي؟ لا سؤال، يعني ايه الحرب دي؟ يعني هل الدوري اللي هو 34 اسبوع مظبوط كده؟ اه صح. ايه الهيجان اللي حصل ده؟ في اخطاء؟ في اخطاء صحيح، وفي غرور؟ في غرور، وفي ناس راحت المنتخب فتنفخت. في ناس راحت المنتخب فتنفخت، كل ده وارد مش كده؟ انما هو انت كنت بتلعب فريق في الدوري العام ولا كنت بتلعب فريق ايه؟ منين؟ ما انا مش فاهم يعني. يعني احنا بنلعب دلوقتي فريق هو في الدرجه الثانيه دلوقتي او الثالثه او الرابعه، ولا انت بتلعب فريق اصلا في الدوري العام زميلك يعني؟ فوارد هتكسب وهتعادل وهتخسر. ايه المشكله؟ وايه الهيجان اللي انت عامله يا ده نبيل حلفاوي؟ يا تافه ده، ايه واد نبيل حلفاوي ممثل كومبارس كده؟ ايه الادب؟ وبقول اشرف زكي ما تلم الواد اللي عندك ده اللي عامل بوست منتهي قله الادب والسفاله، نستورد ناس ينافسونا من بره. ما تخلي عند اهلك دم يا كومبارس، ما تخلي عند اهلك دم يا كومبارس. يا ست فردوسي عبد الحميد يا محترمه، ما تقولي لنا انت تغطي ليه؟ خلي عندك دم، خليك محترم. ويكلموا بقى عن الفتنه وعن البتاع. طب انت المفروض عندك مثلا 87 سنه تبقى بني ادم عادل عاقل كده ومحترم. الاخطاء بدات بطارق حامد. وانا لما جبت طارق حامد اول امبارح هو ومحمود علاء بسبب الانذارات. يعني طارق حامد لولا الانذارات مش كده برضه؟ كان زمانه موجود في الملعب. فنبدا باللعيبه اللي بتاخد انذارات كتير مجانيه. يعني الماتش اللي فات دون بتاع المقاصه، مين حمدي فتحي ولا حسني فتحي ده اللي يستفزك؟ ومين محمد ابو اليوم يستفزك فترد عليه تقوم تاخد الكارت الثاني وتطرد؟ مش ده اللي حصل؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، ما هو ده ميتشو اللي انتوا اخترتوه، انتوا اخترتوه تمام، اللي كان عبقري وما زال يا ريس. محدش قال ما زال الراجل برضه كويس وشغال. معلش مفيش مشكله، انا كلنا بنغلط. خليك بس، لا خليك بس معايا عشان السفلات اللي احنا عمالين نشوفها كل شويه دي. يعني هو الراجل ده هيقف يجيب جون؟ لا يعني عايز اعرف. يعني النهارده عمر السعيد 100 كوره يجيبها ده جوه جون، ده جوه جون. واوباما مثلا هل هو اللي هيجيب الجوان؟ لا طبعا. انا مش فاهم برضه. انا كمدرب مهمتي اخلق لك الفرص، ومش هنزل بقى اترجم الفرص دي لجوان. انت محاصر الفريق ده 99 دقيقه في ثمن ملعبه، مش ده اللي حصل؟ ده المطلوب من المدرب، المطلوب من اللعيبه بقى يترجموا ده ايجابيا لجوان. ده المفروض. وبعدين غلطه المدرب انه بص الماتش الاهلي بالظبط، فعنده خلي بالك محمد عبد الغني خايف على رجله، انت ممكن ننزله بس لو كانت اصابته جت كان خلص عليه. مظبوط، وانت قلت له الكلام ده يا استاذ مشار. ادي واحد انت قلت للراجل الكلام ده. يعني فرجاني الساسي لازم نقول برضه لغايه دلوقتي هو مش جاهز بعد العمليه، وعنده الانذار يعني انذارين. هو مشكلته انه بص للانذارات عند محمود علاء وعند فرجاني. تمام. طيب هو لو ما اداش فرصه للعيبة دي تلعب في ماتش زي ده امتى يديها الفرصه؟ ما احنا دي كان بقى بصراحه، ما انا النهارده ما كنتش بلعب ريال مدريد، انا بقى فريق زميلنا في الدوري العام، وممكن الفريق ده يغلب الاهلي ويغلب الاسماعيلي ويتعادل هنا ويتعادل، ما فيش مشكله. ما هو فريق، هو يعني مش فريق في الدوري ولا هو فريق مركز شباب، فريق في الدوري. تمام، وارد هتغلب الدوري لسه ده تلت ماتش، واحنا اتغلبنا من تتعادل وتكسب وتتغلب. ايه المشكله؟ ما احنا شفنا النهارده بيراميدز بكل امكانياته في اخر ثانيه تعادل، هو اللي تعادل مع طلائع الجيش. الدنيا ما جتش ليه؟ وشفنا طنطا، مش عارف طنطا كسب مين؟ دجله. يلا الدنيا ما الهيجان ده ما حصلش ليه؟ خلاص. وانا قلت امبارح لا الاهلي لعب المباريات اللي
تكشف مستوى لاعبته ومدربه ولا الزمالك لو طلع امبارح. لكن في قرارات في قرارات، في عقوبات في عقوبات بالزبط. طبعا لان احنا في النهايه عايزين نسعد الجماهير، لكن الهيجان اللي حاصل ده وقله الادب والشمتانيين الله. ده انت عندك السنه دي الحمد لله عندك باذن الله دوري، وعندك كاس، وعندك سوبر، وعندك البطوله الافريقيه ان شاء الله نكملها باذن الله. عندك اربع بطولات، انت ليه عايز تحبس اللعيبه؟ هم دول انا اسف، هو اللي لعب النهارده دول ده القوام الاساسي لنادي الزمالك؟ لا طبعا بنسبه كبيره لا. لا بس بنسبه كبيره لا. لكن كل فريق انا عندي قوام اساسي في ورا محمود علاء ما كانش بيلعب، في خط النص كان نص كله ما بيلعبش، ما كانش بيلعب كله خط النص كله ما بيلعبش. كابتن طارق معلش انت بتلعب قدام مين برضه؟ لا يعني مش عايزين نصدر لجماهير الزمالك حاله من الاحباط وكانك خلاص خسرت الدوري، والفريق المنافس بقى الواد نبيل حلفاوي ها التافه ده يطلع هو وامثاله، واخد بالك؟ هو انت خسرت النهارده؟ انت ما خسرتش، ومصر كلها شافت استموات اللعيبه. ده ناموا في الارض النهارده كانهم في مشروعها. ما انت شفت واللاعب كل شويه ينام بخمس دقايق. خلاص حقه ولا مش حقه؟ بس دي مش رياضه يعني، حقه مش حقه دي مش رياضه. انت المفروض راجل خلاص تكمل. وبعدين وضع طبيعي وانت بتلعب مهاجم طول الماتش ومحاصره في ثمن ملعبه ان تيجي كره او اتنين انفراد، يقول لك ما هو عواد صدهم، عواد ما هو لاعب في الفريق، ولا عواد ده جاي من بره برضه؟ هو لما عواد يصدهم يعني فريق الزمالك صدهم. وبعدين مش عايزين نحكم على محمد عبد السلام ولا نحكم على بقى لهم فتره ما لعبوش. خط النص ده لا مكان زيه. وبعدين الناس بيقول لك فين محمد حسن؟ مصاب. محمود عبد العزيز صليبي. طارق حامد موقوف. يعني ظروف اللي الزمالك عاشها النهارده ظروف غير طبيعيه. احنا قلنا ان ده تشكيل اضطراري خاصه في نص الملعب. خلاص لكن انت شفت النهارده ونجم لما خد مكانه تمام كان 100 100. ممكن يكون تغيير غلط، ممكن لما دفع بحازم امام انت اصلا عندك حمدي النقاز من وجهه نظر ناس كتير غلط. طب ما هو حمدي نفس دور نفس اللاين صح بالظبط كده نفس اللاين تمام. وبعدين عايز اقول لك حاجه، كل اللعيبه اللي انت شايفها دول واللي النهارده ما لعبوش ما جابوش 5% من لياقتهم، خلي بالك ولا امكانياتهم الفنيه لان الراجل بتاع اللياقه البدنيه اللي مشي ربنا يسامح بقى اللي جابه خلاص طلع راجل مدرس العاب، الراجل مدرب اللياقه البدنيه بتاعه اللي هو بتاعه هو اصلا جه امبارح، انما التدريب تمرين على اعلى مستوى تمام. كل لعبه من اللي جات النهارده قدام الجون دي مسؤوليه اللاعب اللي ما عرفش يجيبها. مشغول بالمنتخب، خايف على رجله، خلينا نتكلم بقى بصراحه. تركيزه يمكن انا لو اصبت ما يطلعوني من المنتخب، كل ده يا جماعه وارد. فدي مباراه عدت ولا ما عدت خلاص. الزمالك اتغلب؟ لا الزمالك ما اتغلبش، الزمالك كان غالب وبالرغم ان دول القوام الفريق الرئيسي ما كانش بيلعب، لكن كان ممكن يغلب 2 و3 و4 لولا الرعونه. تاني لولا الرعونه. فاحنا مش عايزين يا جماعه نجيب تراب ونهيله. يعني واحد من بقاله يومين يقول لي ايه غير ميتشو. ما كنا بنعمل الكلام ده زمان كنت بتعيطوا. وده مش فاهم يعني. يعني انا احترت يعني نحافظ على القوام في حياتنا. ومع ذلك استحملناه لغايه ما خدنا البطوله، مش ده اللي حصل؟ وتحملناه. ميتشو قد فيلر بتاع الاهلي 100 مره، بس هناك ربنا موفقه. نتكلم بقى بصراحه، الكره تيجي في مناخير جون، في سبع رجل جون، وانت ربنا لغايه دلوقتي مش موفقك تمام؟ فالتوفيق من عند ربنا. لسه لا الاهلي لاعب المصري، ولا الاهلي لاعب الاسماعيلي، ولا لاعب الزمالك، ولا لاعب بيراميدز، لا يا جماعه، ولا احنا نفس القصه. لا احنا لعبنا مباريات صعبه، ولا الاهلي لعب مباريات صعبه. فهناك في نفخه في السماء، بالرغم ان فيلر ده لما تشوف احنا شفنا بطولاته في لما جينا والاخوه كانوا موجودين الثلاثه دول من الموجودين في اللجنه اللي اختارت، لا ده راجل مهزوم 86 مره في سنه ولا سنتين تمام. والراجل ده واخد بطولات في كل البلاد اللي اشتغل فيها.
فمش عايزين نتعامل بالرعونه دي والغل ده والشماته دي. مباراه فيها اخطاء بيتحاسب عليها طبعا، هيتحاسب عليها هيتحاسب ماديا ومعنويا. اللعيبه طبعا هيتحاسبوا، مفيش هزار، ماديا ومعنويا، تمام، لان دي مؤسسه محترمه. فانا عايز اقول للشمتانين اللي هم عاملين متزملكين والاهلاويه اللي هم زي امثال اسمه نبيل الخلفاوي ده ولا الخلفاوي ده المتخلف دون، واخد بالك؟ لا لسه المشوار طويل، ده انت لسه في شبرا الخيمه، يعني انت لسه القطر في شبرا الخيمه، ده انت لسه بقى عندك قها واليوب وشبين وتماشي بقى وطنطا وكفر الزيات ودمنهور، واخد بالك، وكفر الدوار، ده انت لسه مشوار طويل. فهتيجي تلطم لي من دلوقتي وانا لسه في شبرا الخيمه وتقول لي النبي ينزل الراجل السواق من هنا؟ لا طبعا، لا طبعا. وبقول للمتزملكين انتوا شمتانين في فريقكم انه ضيع انه تعادل النهارده؟ يا نهار اسود، انت زملكاوي؟ ده احنا نقف ورا الفريق ورا الجهاز، وبعدين ماتش مهم مع الاهلي، وبعدين عندنا توقف، احنا عندنا توقف في ماتش اعتقد يوم 19، واخد بالك، نجهز العيال المصابه واللي ما كان عنده بقى انذار خلاص مش خايف. لا المشوار لسه طويل. وبعدين ايه القرف اللي انا شايفه ده؟ ايه ده؟ ايه القرف ده؟ هي دي رياضه؟ أنا طيب انا عايز بس اقول لك سياده المستشار، يعني طبعا في زملكاويه زعلانين ومنهم احنا، يعني طبعا ان احنا زعلانين على في فرق انك تزعل، في فرق انك تهدم، في فرق تشمل. لا اهدم، لا يعني احنا مش عايزين نهدم ولا في تفكير ان انت تغير مدرب، مش دي القصه. هي القصه ان احنا خايفين على الفرقه، لان الفرقه حتى لما كسبت الماتشات اللي فاتت مش باداء كويس، وانت نفسك بتتضايق، يعني انت نفسك اكيد مش راضي من جواك يا استاذ الفاضل. انا عرفان لان الراجل اتقال له امبارح انسى ماتش الاهلي بالظبط خلاص، وكل العناصر تلعب. انا بقى بقول لك اول مره اهو، ما كابتن طارق قال خلاص. انا قلت كده يا ريس من شويه على الهوا ان حضرتك قلت له هذا الكلام. خلاص انا مش هضربه بقى وحطمه ولا، خلاص خطا وبيتحاسب عليه. تمام، لان احنا قلنا انا كراجل مسؤول عن النادي، وامير مرتضى كان موجود برضو قال له من فضلك العب بعناصرك الاساسيه، ده بثلاث نقط ده ثلاث نقط. فالراجل انت 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 عليك المشوره، خلي بالك في النهايه الراجل هو كلمته اللي تمشي، هو كلمته اللي تمشي. وتقال له كده، يعني انا قلت له امير قال له من فضلك كل ماتش ماتش بكره بثلاثه بونت، تمام، زي ماتش الاهلي، قال بتحمل المسؤوليه في التشكيل بتاعك. شكرا. لا انا ولا غيري، العيال بيقول لك ده بيخش التشكيل، ده مش انا كل اللي قلته هذه كلمتين. لما قلت له كل واحد يلعب في مكانه، شوف بقى قله الادب، بيتدخل بيتدخل ليه؟ تمام؟ وبعدين الراجل النهارده ما كان ممكن يكسب 2 و3 صحيح، لو لعيبتي ما عندهمش رعونه، لو هم مركزين، لو هم عارفين قيمه الفانيلا. وخلي بالك المفروض كلهم مستوى متقارب، يعني النهارده ابن شرقي الجون اللي جابه العالمي دون، واخد بالك، لما لعب في مكانه ابدع. لكن مين بقى بقيه اللعيبه؟ ما احنا في لعيبه برضو في علامه استفهام، مالك؟ ده كل كره طالعه من رجلك غلط، صحيح، ومستهتر وانت بتلعب، صح، وبتبقى هجمه مرتده علينا. انت فاكر نفسك مين في الزمالك؟ كل ده هيتحاسب. تمام، كل ده هيتحاسب، هيتحاسب في الغرف المغلقه زي ما انت يعني اكدت على ده بالظبط كده. بالظبط، احنا بس مش عايزين حد يحبط الفرقه، اتخذت قرارات محترمه. عشان احنا انا قبل ما اكون رئيس الزمالك انا جمهور زمالك، تمام، وزي ما الاستاذ هاني شاكر كان بيتكلم احنا زعلانين جدا، كلنا زعلانين، بس زعلانين نهدم؟ لا طبعا، لا طبعا، انا مش فاهم. هو الناس زعلانه، اللي زعلان زعلان حبا في الزمالك، لكن اللي زعلان عايز الزمالك يتهدي، دي قصه ثانيه. فرقك شمتان، فرقك زعلان، فرقك قليل الادب، فرقك زعلان، فرقك عايز تهدم، فرقك زعلان، فرقك انت عملت التاريخ زي العيال اللي زي انا يا سياده المستشار، معلش ماليش دعوه بالناس دي، كومبارس ده واحد كومبارس، تمام، فالفرق من ده فرق من ده. لكن الماتش في اخطاء طبعا، في اخطاء تشكيل بقى، قلت لك بدا الخطا من طارق حامد، تمام، مع احترامي لموهبته، تمام، هو عارف ان هو لاعب اساسي. الله يا اخي، الواد حسني فتحي ده اللي جاب جول في نفسه النهارده ده، واخد بالك، قال لي ادبه، طنش وامشي، انت كبير،
ولا محمد نوريه مش هتامكم ولا كانه موجود. المفروض المفروض اللعيبه تتعلم. لا موجود عندك ولا هو موجود هناك في المقصه. امشي امشي واشتري دماغك. عايز اخدك لموضوع النهارده. جنش جه لحضرتك صح؟ اه جالي. اه ايه الاخبار بقى؟ ايه اخر جلسه مع حضرتك يعني؟ اخر جلسه في ايه؟ ما هو كابتن طارق كان موجود. اه لا انا عايز حضرتك يعني الموضوع انتهى خلاص اعتقد. لا اللي هو المهم الجلسه هبعت لك هيبعتوا لك الفيديو بتاعها. تمام واخد بالك بما تم فيها يعني. احنا ما عندناش حاجه بنخبيها. انا قلت امبارح كلمني ووضع طبيعي لما قلت ان هو جاي اعتذر واعتذر واخد بالك. والكابتن طارق كان موجود على ما اعرفش طارق كان مين معايا النهارده. كان عامل لي زياره النهارده في المكتب. فيا جماعه عايزين الصفحه دي اقفل. تمام. كل الاخطاء اتفندت واتقالت واخدت قرارات. تمام. عايزين بقى نجهز نفسنا لماتش الاهلي باذن الله ان شاء الله. عايز اسال حضرتك سؤال. الجهاز الفني كما هو؟ لا هو في قرارات بقى يعني. هل ممكن يكون في اضافه مثلا الجهاز الفني كده؟ والله هنشوف يعني. اهم اضافه بس الراجل بتاع اللياقه البدنيه اللي دخل. تمام. واخد بالك. لكن وارد طبعا انك انت تعمل اضافه. وارد تشيل حد وتحط حد كله. لكن ميتشو مش هيمشي الا نهايه الموسم. تمام. عشان بس نجيب من الاخر. صح كده. ما هو ده العبقري اللي كلنا قلنا عبقري ماتش بيراميدز. تمام. صح. لكن ظروفه عندته ظروفه عندته في ماتشين. هي كوره كده يا ريس. المدرب بيكسب. المدرب بيكسب. بس اتعلم لما المدرب بيكسب يبقى احسن مدرب في العالم. لما مدرب. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.